هنالك قاعدة عقلائية جرت عليها سيرة العقلاء، وتجدون هذه السيرة في كل يوم في سوق العقلاء: "التحرك وفق الاحتمال" الاحتمال يكون محرك الخبراء الاقتصاديون يقولون لكم ان شراء العقار في هذه الفتره مربح وإن تعدكم يقين بأنه لا يوجد هنالك أي ضرر في شراء العقار شراء الأراضي العقلاء ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ العقلاء يقدمون التجار الكبار كيف اصبحوا تجاراً كباراً لانهم يعني هذا من العوامل المهمه ولا نقول انه العامل الوحيد لانهم تحركوا وفق معطيات الاحتمالات الاقتصاديه الاحتمال الذي تقطع وتتيق بأنه لا يوجد هنالك أي ضرر تقدم ما تخسر شيء إذا توقعات الخبراء الاقتصاديين ما كانت صحيحة ما تخسر شيء لأن المفروض أن هذه التجارة أن هذه الصفقة ما فيها احتمال الخسارة. في كثير من الاحيان شراء الاراضي ما في احتمال الخساره ولكن هناك احتمال اخر ان تربح في هذه الصفقه هذا الاحتمال يحركك هذه قاعده عقلائيه جرت عليها سيره العقلاء في الشريعة، عندنا خطوة متقدمة على هذه السيرة العقلائية، يعني احنا تجاه التراث الموروث، إذا ما كان عندنا إلا القاعدة العقلائية، هنالك دعاء، ماكو هنالك يقين بصدور هذه الرواية هذا الدعاء إحنا إذا ما كان عندنا إلا هذه القاعدة العقلائية لكفتنا في المقام هذا الدعاء يحتمل أن تكون فيه معطيات أخروية ضرر ما في أيضا الدعاء في ضرر ما في ضرر تتحرك المثوبه الاخرويه مهمه عند المؤمن شايفين المؤمنين المقدسين شلون يتقيدون حتى باصغر المندوبات هاي حاله الفلتان اللي نجدها الان عند البعض ما كانت موجوده الاحكام كانت عندهم تتلخص في حكمين افعل ولا تفعل الواجب والمستحب يفعلونه، ما يقول هذا مستحب انا ما علي به. هذا دايبني اخرته بكل مستحب من هذه المستحبات، دايبني اخرته. لا تفعل حرام مكروه، ما يقول هذا مكروه كله مكروه ما بي اشكال. كانوا متقيدين. احنا اذا ما كان عندنا الا هذه القاعده العقلائيه لكفتنا في القبول بكل هذا التراث الموروث الذي يدخل ضمن دائره المستحبات والمندوبات فكيف وعندنا في الشريعه خطوه متقدمه على هذه القاعدة العقلائية، خطوة لاحقة، وهذه الخطوة اللاحقة، الدين يقول لك: هذا الثواب الذي نقل لك، أنا أضمنه لك، مضمون هذا الثواب. في الصفقة التجارية ماكو ضمان، اكو احتمال، احتمال أن تربح، واحتمال أن لا تربح. لكن في مجال المستحبات والمندوبات هنالك ضمان شرعي أن هذه المثوبة سوف تعطاها قطع واحد يقول منو قال أن هذا المستحب وارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من قال بأن هذا الدعاء مروي عن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ الدين يقول لك أنا أضمن هذا الثواب، على كل التقادير. هنالك باب هذه قضية أعتقد أنها قضية مهمة ومفتاح لكثير من الشبهات والإشكالات التي نراها في وسائل الشيعه في الباب الثامن عشر من ابواب مقدمات العبادات هنالك مجموعة من الروايات ينقلها الحر العاملي رحمة الله عليه، أنقل لكم روايتين من هذه الروايات، هذه الروايات تبين الضمان الشرعي الرواية الأولى في صفحة واحد من المجلد الأول من هذه الطبعة، أحمد ابن أبي عبد الله البرقي ثقته، عن علي بن الحكم ثقته، عن هشام بن سالم ثقته، عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية صحيحة. وهنالك طريق معتبر بين الحر العامل وبين البرقي. فهذه الرواية رواية صحيحة معتبرة. قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه واله شيء من الثواب. في كتاب رأيتم رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه واله في دائرة المستحبات. فعمله كان اجر ذلك له، ضمان شرعي، مو احتمال، قطع يقين، الرواية الثانية، دائرة هذه الرواية الثانية أشمل من الرواية الأولى، محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ثقة عن أبيه ثقة على المختار أو ممدوح عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم الرواية صحيحة معتبرة قال من سمع شيئا من الثواب على شيئا الرواية جدا عام أعم من الرواية الأخرى من نواحي من بعض النواحي فصنعه كان له هذا الثواب مضمون بحثت في بعض كتب العامة الطوائف الاخرى فوجدت ان هذه القاعده نظير هذه القاعده ايضا مذكور في رواياته مثلا لاحظوا هذه الروايه المرويه عن العام من بلغه عن الله فضيله فلم يصدق بها لم ينلها مفهوم الرواية إن صدق بها نالها الجامع الصغير للسيوطي جزء اثنين صفحة خمسمية وستة وثمانين الرواية الأخرى من بلغه عن الله شيء فيه فضيله فأخذ به إيماناً ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك ضمان كنز العمال جزء خمسة صفحة سبعمية وواحد وتسعين رقم ثلاثة وأربعين ألف وثلاثين الرواية الأخرى: من بلغه فضل من الله أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك، نفس المصدر، رقم الحديث ثلاثة وأربعين ألف وثلاثة وثلاثين، ولا نريد أن نتحدث الآن في أسناد هذه الروايات تكفينا الروايات التي ذكرناها. اذا، طبق هذه القاعده العقلائيه، وطبق هذا الضمان الشرعي، الموقف الصحيح، تجاه جميع ما يدخل في دائره المستحبات والمندوبات هذا يشمل جميع الادعيه الماثوره عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله واهل البيت مما يدخل في اطار هذه الدائرة التي ذكرناها وفق الضوابط التي ذكرت كلها تدخل ضمن هذه الدائرة، والموقف الصحيح العقلائي والشرعي القبول بكل ما يندرج تحت اطار هذه الدائرة.